جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول صاحب هذه الرسالة: في الصلاة الجهرية ألاحظ كثيرا أن الإمام يقرأ آية أو سورة من القرآن في الركعة الأولى والثانية حسب الترتيب في القرآن الكريم، فما حكم ذلك؟ نعم. في الصلاة الجهرية ألاحظ كثيرا أن الإمام يقرأ آية أو سورة من القرآن في الركعة الأولى والثانية حسب الترتيب في القرآن الكريم، فما حكم ذلك؟ وما حكم المداومة عليه؟ وهل يعني أن سورة الناس مثلا لا تقرأ في الركعة الأولى حيث لا يوجد سورة بعدها بالترتيب في القرآن الكريم يقرأها في الركعة الثانية؟ وهل يجوز في الركعة الأولى قراءة آيات من أواخر السورة مثلا في الركعة الثانية من أول السورة؟ وما حكم كذلك قراءة الآية أو السورة نفسها في الركعة الثانية التي قرأها في الركعة الأولى وهكذا؟ أفيدونا بالتفصيل عن ذلك جزاكم الله خيرا. هذا سؤال عن ترتيب الآيات، عن ترتيب الآيات في قراءة المصلي، وسؤال عن ترتيب السور في قراءة المصلي، وسؤال عن تكرار السورة الواحدة في الركعتين. أما عن السؤال الأول هو ترتيب الآيات في القراءة في الصلاة وغيرها، فإنه واجب ولا يجوز تنكيس الآيات، لأن ترتيب الآيات ثبت بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجوز مخالفته لا في الصلاة ولا في غيرها. فتنكيس الآيات محرم ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عن السؤال الثاني وهو ترتيب السور، فهذا موضع خلاف، والصحيح أن الأولى والأحسن أن يرتبها، ويجوز أن يخالف الترتيب فيقرأ سورة في الركعة الأولى ثم يقرأ في الركعة الثانية التي قبلها، ولكن هذا خلاف الأولى. قالوا لأن ترتيب السور لم يكن بنص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو باجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكن الأولى التقيد بترتيب المصحف وعدم تنكيس السور، لأن هذا هو الترتيب المعهود الذي اتفق عليه الصحابة، وهو الذي يوافق المصحف الشريف، ولئلا يشوش على الناس ويستغرب الناس هذا الشيء فيحصل تشويش أو سوء ظن به. وأما عن السؤال الثالث وهو تكرار السورة الواحدة في الركعتين من الصلاة، فهذا لا بأس به، ولكن الأولى أن يقرأ في كل ركعة بقراءة غير ما قرأ في الأولى من سورة أو آيات، هذا هو الأولى والأحسن، وهذا هو الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة الزلزلة وكررها في الركعتين، وذلك في السفر. قال الراوي: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا. فالأولى أن لا يكرر السورة في الركعتين، بل يقرأ في الأولى ما تيسر من السور أو من الآيات، ويقرأ في الركعة الثانية غير ذلك من كتاب الله عز وجل. نعم.